السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شلونكم؟ اليوم أقدم لكم شرح جديد من قناة الرحال المختصة بالصيانة، قناة صيانة الرحال. طبعا هذا الشرح مقدم فقط، أنا عندي قناتين وهذا الشرح مقدم من قناة صيانة الرحال. اللي عنده سؤال يجي على قناة صيانة الرحال يطرح السؤال الخاص بي. اليوم اذا تلاحظون عندنا هذا النانو جانا مضروب، يعني طافي ساكت، اعتقد انه مضروب صاعقة او صاعقة بسيطة او صاير بي جايته او جايته كهرباء قوية، فصاير عندنا هذا العطل. فاني دونت يمي وحبيت اشارككم بيه. طبعا اذا تلاحظون هذه القطعة السيراميكية اللي هي كانت امسكت الجهاز، طبعا الجهاز جاني فحصته ما بيك المشكلة وما جاي يطفي الشاحنة، بس فاصل نهائي ساكت، يعني ما يعتلق بيه اي مصباح ولا يشتغل لان. فكانت المشكلة الخاصة بي اللي هي هاي السيراميكية اللي كانت عاطلة بي، فصورتها ودونتها يمي وحبيت هم اشارككم بيها. وان شاء الله هذا القناة هي القناة اللي مختصة بالصيانة فقط. طبعا هذه القناة هي المختصة بالصيانة فقط، عند استفسار يطرح سؤاله بقناة صيانة الرحال. وهذا هو امامكم العطل. طبعا بعد الفحص فحصنا جميع القطع ما بيها كل مشكلة وما بيها شورت، فقط هذه والمقابلها نفس الحجم بالضبط هي اللي تنطي شورت وهذه تنطي شورت. اول ما شلنا هذه القطعة الجهاز اشتغل طبيعي وما بيه مشكلة، وقمنا بتبديلها بقطعة ثانية والحمد لله والشكر نجحت عملية الصيانة بكل سهولة. وهذه هي امامكم على العموم. وهذه الحالة احد اعطال النانو، وهذه الحالة احد اعطال النانو، والسبب مالتها اعتقد على ما اعتقد انها صعقة، لان هي قريبة على الشبكات، قريبة على الشبكات هي كانت سبب توقف النانو. انصح العالم يعني من خبرتي اللي انا اعرفها واللي اشتغل بيها بالمحل انه النانو اعطاله هي كالاتي. عن خبرتي يعني راح اشرح لكم عن خبرتي والاسئلة اللي جتني بالقناة، راح اجاوبكم على بعض الاسئلة الخاصة بالقناة اللي هي اولا النانو ليش يرسد ويعيد تشغيل نفسه، الانترنت عندنا ضعيف ليش عندنا ضعيف، اسباب هي هواية متعددة. اول سبب انه عندك الكيبل عادي مو اصلي بالتوصيل يسبب لك مشكلة ويخرب عليك شغل الاتصال، هذه احد الاعطال. اذا كان الكيبل انت مشتري قديم هي احد هم الاسباب اللي يسبب انه الانترنت يصير عندك ضعيف. طبعا عمر الكيبل الخاص بالانترنت هو ما يتجاوز السنة، هو هذا عمره الافتراضي اللي مسوينه حتى تبدله، لان هو هسه الكيبلات كلها استهلاكية وكلها عادية. هاي واحدة. الشغلة الثانية انه تتأكد من الشاحنة. الشغلة الثانية انه تتأكد من شاحنة النانو، هذه همية مشكلة، انه تتأكد يشوفها شغالة، بس هي بيها مشكلة فتسوي لك عطل بالنانو ويقوم النانو يشتغل ويرسد، هاي احد الاعطال. العطل الثالث انه يخلون الاشتراك بداخل النانو فالنانو يحمي فيسوي زيادة على الحمل الخاص به، فالقطع الالكترونية الخاصة به تستهلك بسرعة، اقل حمل يقوم يرسد. فانصح انه الاشتراك بالراوتر ويصير الحمل عليه قليل ويشتغل طبيعي، والقطع الالكترونية مالته طول عمرها. الشغلة الثالثة انه لا تستعملون النانو في اوقات انتم ما محتاجينه، يعني النانو اذا ما محتاجينه
اطفيه خليه يرتاح، وخاصة النانو بريدج يشتغل بالمكانات الباردة يعني مو وقت الذروة الحرارة العالية، انه لازم نطفيه في وقت الحرارة العالية، لان هو اصلا حماوته عالية يستعملوه من المناطق اللي باردة، بحماوة عالية. عندنا بعد الشغلة الثانية هي ضعف الانترنت، هو السبب من ابو البرج، يعني احتمال ما مضبط الاجهزة مالته فسبب ان ضعف الانترنت. وهذه كانت احد اسئلة القناة، وان شاء الله اذا عندكم اسئلة جديدة همين طرحوها لي بالقناة، وان شاء الله اجاوبكم عليها بالفيديوهات القادمة. طبعا اللي طالبين منكم انه دعم للفيديو بلايكات وتعليقات، اهم شيء التعليقات واللايكات، والما مشترك يشترك بالقناة، وان شاء الله نقدم لكم فيديوهات حصرية وجديدة بهذه القناة. وشكرا. واي استفسار او سؤال طرحوا لي اسفل الفيديو، وطرحوا لي بقناة صيانة الرحال. وهذا كان شرحنا لهذا اليوم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.